هنعمل دلوقتي طاجن فول بالبيض. عندنا فول مدمس، فول مدمس، بصل وفلفل وطماطم وبقدونس او كزبره خضراء وفلفل حامي وبيض وسمنه. نعمل بقى طبق حلو كده او طاجن. نجيب معلقه سمنه مش كبيره، ونجيب بصلايه، مش كبيرة قوي، أدبلها مع شوية ملح، شوية فلفل رومي، طماطم مقطعة، ناخد لها شويه كمون. كان فين؟ كمون اهو. وشويه بقدونس والفول. ممكن تعمليه طواجن صغيره وممكن تعمليه طاجن واحد كبير زي ما انت عايزه. واظبط له ملح. اجيب بقى طاجن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه ملح وشوية فلفل اسود. بصوا بقى كده، طلع بس ده فوق عشان يلحق البيض يستوي.